غادي نهضروا على الدجاج العراساس. بالنسبه للدجاج كانوا الشرموله ديالي ديال الدجاج ضروري الدجاج بعدا نكون انا غسلته مزيان كنكون مرقداه في الدقيق وشويه ديال او النشا حسب اللي متوفر عندي في البيت، الحام طخون شويه ديال سكنجبير. كنغسل الدجاج مزيان وكنشلو مزيان من هذاك الخليط اللي كنت درت في الماء، كنحكو شويه الحامض وكنخليه ينشف. ضروري الدجاج يكون ناشف قبل ما نديرو الشرموله. الشرموله ديالي كان باش تجيني بنينه كنزيد فيها شويه ديال الزيتون الخضر كيكون مقطع، كنطحنو مع الشرموله اللي متوفره عندي وشويه الحامض. اذا كان الحامض عندنا معسل الحامض مرقد كان احسن، اللي كيكون قهوي كيكون معسل. كنطحن الشرموله ديالي وكندهن الدجاج ديالي مزيان، كنخليه يشرب الشرموله واحد ساعتين حتى 3 سوايع. بالنسبه للطريقه ديال الطهي، ملي كنجي نطيب الدجاجه ديالي كنوجد البصله بطبيعه الحال كنشلطها حسب الكميه اللي متوفره عندي، كنحط الدجاجه على النص. بالنسبه للدجاجه باش ما ترتقليش باش ما تشتتليش في الطياب، كنجي الظهر ديالها وكنبرك عليها باش كترتق الدجاجه ما كنخافش. وبالنسبه للطياب كنطيبها على الجنب تقريبا عنده ساعة ديال الطياب، ولكن الماء ملي كنمرق ما كنمرقش النص في الطاوله اللي كنحط فيها الدجاج، وكنخليه يطيب كنخليه شويه شاد راسو. اون فوا كنهز الدجاجه نحاولوا نهزها الطريقه المغربيه ديالنا المعتاده بالمغرفه، كنسقطر داك الفائض اللي كيكون عند هذا الداخل، كنخلي الدجاج يبرد، كندهنوا بشويه ديال الزبده وشويه ديال الهريسه وكنديروا يتحمر في الفران وبالصحه والراحه. والبصله ديالي بطبيعه الحال كنخليها تعلك تبقى كتنشحر فيها حتى كيتعلك اللون ديالها ونقدمها للضيوف ديالي وبالصحه والراحه.